الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السادة الحضور، لأن أنا طبعا شايف الحقيقة يعني حضور ما شاء الله، فاسمحوا لي كده لما أتكلم عن الحضور بشكل عام، إذا كان أستاذ عمرو الجنايني أو مسؤول وزارة الشباب والرياضة أو الشركة الراعية أو برزنتيشن، والسادة الإعلاميين وأبطالنا اللي هم أبطال الدوري والكاس لله عز وجل، وكاس السوبر يعني. الحقيقة يمكن موسم من النهاردة وقفت شوية مع السلوجان بتاع الاحتفال. السلوجان يقول الأهلي لا يعرف المستحيل، وده بالفعل الموسم ده كان موسم صعب جدا، موسم صعب جدا في بدايته لكم الإصابات اللي كان موجود، موسم صعب جدا لأن النادي الأهلي لعب مباريات كثيرة جدا جدا بشكل مضغوط، موسم صعب جدا لعدم حضور الجمهور، والجمهور ده شيء أساسي بالنسبة لنا. برضو موسم صعب لأن الحقيقة لاحظت حاجة خلال السنة، يعني السنتين اللي فاتوا أو السنة ونص اللي فاتوا، حاجة غريبة شوية. الرياضة منافسة، الرياضة يعني الحقيقة يمكن مش عايزين نخرج بره إطار الرياضة، لكن لاحظت كمان وليه موسم صعب كمان، لاحظت ان هناك من يحاول بقدر الامكان يفشل النادي الاهلي. في ناس بتشتغل وهمها بس ازاي النادي الاهلي يفشل اكتر ما يكون همها ازاي هم ينجحوا. ده شيء مهم جدا. كمان لاحظنا ان هناك النادي الاهلي برموزه بجمهوره باعضائه بلاعبيه بجهازه بيتعرضوا للاسف للاساءه او التطاول. ده امر ما يمشيش في الرياضه. النادي الاهلي ما بيسيبش حقوقه، والنادي الاهلي بيعرف ازاي ياخد حقوقه بس بما يتناسب مع النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه كبيره جدا. لو النادي الاهلي تدنى ونزل لهذا المستوى مش قيمة النادي الأهلي. الأهلي بيرتفع، والأهلي ياخد حقه بالقانون وباللوائح واللوائح المنظمة. عشان كده احنا متمسكين بتفعيل القانون، متمسكين بتفعيل اللوائح اللي موجودة في الاتحاد الكرة، الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية، وهنسعى لده، وهنسعى لده. مش عايز أخبي عليكم طبعا، لازم من حق أولادنا يفرحوا، من حق جمهورنا يفرح، من حق كل الحاضرين يفرحوا. لكن برضه أنا الحقيقة في نجوم كبار شفتوهم النهارده، اللي هم أساتذتنا واللي هم إخواتنا واللي هم شفتوهم النهارده، حاجة أسعدتني جدا يعني. النهارده الكلام ده بقى لأولادنا ولأبطالنا ولجهازنا الفني والإداري. النهارده بيطفي النور ده، بيطفي نور موسم فات، بطولتين الحمد لله فاتوا. بكره الصبح النهارده بيطفي النور، بكره الصبح نولع نور جديد ان شاء الله باذن الله. بشكركم جدا، بشكر كل الناس الحاضرين، اشوفكم على خير ان شاء الله كل سنه باذن الله، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.